شوبينج صار أحياناً على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يومياً لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا، وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. إذا في كتير شوب أسرع وأهين طريقة لتبريد حيلا غرفة إنستافريش، من أحدث تكنولوجيا لترتيب وتبريد الجو. هي عبارة عن هالمكنة يلي ما قلنا إلا نعبيها مي بس ونوصلها بالكهرباء وندورها ونتركها تشتغل، وهي كفيلة بتبريد الغرفة يلي نحن قاعدين فيها. إنستافريش مش بس بتبرد الجو، بتنقل الهواء الملوث كمان، وأهم شيء إنه فينا ننقلها من غرفة لغرفة وبتمشي على 3 سرعات. إنستافريش ما بتأذي البيئة، فيكن تحصلوا عليها $80 بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. ما لكم لا تتصلوا ببس سيلر على 01-44-55-55. مين منا ما بحب مفروشاته وسجاداته، خاصة طيب ونضاف ومرتبين. ديتاش إكسبرس مسحوق واحد ووحيد رح يريحك من كل هالمسائل والبقع يلي برأيك مستحيل تروح. ديتاش إكسبرس فينا نستعمله للغسالة على الإيد وفينا نرشه بخاخ. طريقته كتير سهلة على البقع، فاتر، زيوت، شو ما كانت كله بيختفي مع ديتاش إكسبرس وبسرعة. فينا نستعمله على الموكات، على السجاد، على الشراشف، على الكنبيات، فرشة التخت، وأكيد على التياب، حتى الحرير. مواصفاته فرنسية، وأهم شغلة إنه كمية صغيرة قادرة على إزالة عدد كبير من البقع وبثواني. بنظف كل شيء، والميزة الأهم إنه بحافظ على نضارة الألوان. ديتاش إكسبرس هو كيلو بيضاين مدة كتير طويلة، وفيكن تحصلوا عليه $40 بس وين ما كنتوا بلبنان. ما إلكن إلا تتصلوا ببس سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن فري دليفري. قدمنا طلهم بس بدنا نقطع شيء، بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغله، والتقطيع بياخد معنا وقت والتنظيف كمان، بس مع كوب اكسبرس انحلت هالمشكله. كوب اكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقص لنا حيلا شغله بدنا اياها بثواني، بقص 10 مرات اسرع من الطريقه التقليديه. بقص الجزر، البصل، الخيار، الذره، بطاطا، جبنه، دجاج واللحمه. كوب اكسبرس مزود برسار لتسريع عمليه القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا تنضبه من دون ما ياخد محل. فيكن تحصلوا عليها ب $24 بس، تصلوا ببس سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. كثافة الشعر مشكلة، أوقات بيكون في كتير شعر على منطقة الشفاف، على الصدر، على الظهر، على الإيدين، أو حتى تحت الباط، كله له حل. هالمكنة هوم لايت ليزر يلي فينا نستعملها على كل هالمناطق ليصير عنا جلد ناعم وخالية من الوبر والشعر. هو مبدأ IPL Intense Pulsed Light يلي بفوت على مسام وبيقتل عمق الشعرة من جذورها وما بيعود خليها تطلع. كتير سهلة الاستعمال ونتيجتها مضمونة وعلى المدى الطويل وكتير مرضية. فيكن تحصلوا عليها ب $160 بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بس سيلر على 01-44-55-55. شعرنا فريزي وعم بعزمنا تنملسه، أو بدنا نعمل براشنج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق. هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء، مصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب $36 بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا ببس سيلر على 01-44-55-55. قد ايه منتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، واوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع ايربيلو ما بقى نعطل هالهم لانه بتناسب كل الناس. فيها 65 مليون ميكروبي،
بس نحط راسنا عليها هي بتتأقلم على الوضعية يلي أخدناها ويلي بتناسبنا وبتحافظ على وضعية جلسة للعمود الفقري من الرقبة لأسفل الظهر، يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا إيربلو مغلفة بقماش بيتنفس لنومة منعشة وصحية أكتر، وهالمخدة لأنها مش قاسية بتمنع تجاعيد الوجه إنه يطوروا أو يزيدوا، كما أنها بتساعدنا على عدم الشخير لأنه وضعيتنا بتكون سليمة كل الليل. إيربلو فيكن تحصلوا عليها ب 26 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان، ما عليكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان، بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكلة. فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع، بيبرم لحد 900 برمة بدقيقة تيعطينا النتيجة اللي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها وشد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب يكون عنا إياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في أو نحن وعم نقرأ بالتخت أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى أو بحيالة محل بالبيت أو بالمكتب، كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكن تحصلوا عليه ب 88 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية، ما يكون إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55. تراستيكين هي عسل التعكيز كتير متطورة وسعرها بس 39 دولار، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخليه يحس حاله إنه في شيء منه قادر يعمله. رح قلكن كيف. أولاً معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا، بيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. ثانياً بيجي فيها دوم تحرك لفوق ولتحت. ثالثاً بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بصير استعمالها أسهل بكتير وما بتعود توقع كل ما فلتت من الإيد، خاصة الأشخاص الكبار بالعمر لأن على أكيد رح يكون عندهم صعوبة إنه ينخوا يلموا العصا. اتصلوا ببستلر على 01-44-55-55 واحصلوا على تراستي كين بس ب 39 دولار فري ديليفري وين ما كنتوا بلبنان. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.